صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان قوم لوط على الشرك؟ وهل دعاهم لوط عليه السلام إلى إيش؟ التوحيد؟ يقول: هل كان قوم لوط على الشرك؟ وهل دعاهم لوط إلى التوحيد؟ في عموم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يدخل في هذا قوم لوط أنه دعاهم إلى التوحيد، لأن الله قال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكنهم ذكر عنهم هذه الجريمة لأنهم انفردوا بها، أما الشرك فكان واقعا فيهم وفي غيرهم. نعم.